بين الدكتور عماد ميزاب دكتور الصيدلة المختص في العلاج والتداوي بالأعشاب رئيس الهيئة المغربية للمواد الطبيعية. صباح النور دكتور عماد. صباح الخير اختي سناء، تحية طيبة لكل جميع الأخوات كينورونا في هذا الصباح. كيف عامل مع البرد؟ الحمد لله احنا غاديين انا مولفو ولكن نتمنى ان شاء الله ندفيو بعضياتنا بالمعلومات وبالنصائح باذن الله. اللهم امين. عندي اليوم اسئله على 4 ديال المواد الطبيعيه. دابا كتروج كثير في وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في المجلات الطبيه المتخصصه. مواد طبيعيه اللي كاينه في كل بيت مغربي. انا بغيت نعرف معك علاش مهم نستعملوها دابا في هذه الوقت وكيفاش خاصنا نستعملوها باش نستفدوا من منافعها. والمادة الأولى هي الحامض. دكتور عماد علاش خاصنا دابا نستعملوا الحامض وكيفاش نستفدوا من القيمة الغذائية دياله؟ نعم، فالحامض اللي غني بالفيتامين سي وفيه واحد تركيز كبير ديال الفيتامين سي أكثر من الحوامض الأخرى يعني اللي كاينة. وثانيا فيه لاسيد سيتريك، هذا لاسيد سيتريك اللي هو واحد لاسيد طبيعي. المهمة ديالو شنو هو؟ أنه كيحفز لينا المناعة، أن المناعة كيرفع القوة ديالها بحال اللي كنقولوا كيعطيها واحد البوست واحد التنشيط اللي المناعة ديالنا كتولي كتشتغل بواحد 20 مرة أكثر وأكثر. وهنا كان الفائدة ديال الحامض مهمة جدا، وكنعرفوا أن الحامض كيصلح في عدة أمراض تنفسية والأمراض يعني ديال الإنفلونزا. والاستعمال ديالو خصنا غير نستعملوه بطريقه امنه. كيفاش نستعملوه؟ بعدا خصنا نكونوا فاطرين، خصنا نفطروه ماشي ناخذوه على الريق لان هذه مساله مغلوطه. والحامض اللي كيمكننا اننا نعصروه ناخذوه بحال هكا كنزيدوا عليه الماء او نزيدوه دائما يكون معاه واحد السائل بحال دابا واحد الحامضه كنعصروها ونزيدوا عليها كاس كبير ديال الماء مثلا ونخلطوه وناخذوه غير حنا خصنا نكونوا فاطرين. انا دابا عندي القهوه ومعايا ها هو الحامض. نعم. كنزيد شويه الحامض في القهوه واش مثلا هذه العاده مزيانه؟ نعم، فهذه مزيانه العريقه ديال الراس باش كيتحلوا. أيه. الاوكسجيناسيون يعني باش كتعطينا واحد النسبه ديال الاكسجين مرتفعه. نعم. وحتى الناس اللي كيكونوا كيعانيوا من الالم ديال الراس الشقيقه فهو كيصلح كمشروب سحري. جميل جدا. نعم، والحامض الاستعمال ديالو غير ما نفوتوش 15 يوم في الشهر. نعم، نستعملوه واحد 15 يوم نحبسو عاوتاني منين يبدا الشهر الاخر نعاودو نديرو 15 يوم ونمشيو بهذه الطريقه حتى نفوتو ان شاء الله هذه الفتره هذه ديال يعني الا بغى الانسان يستعملو كمشروب يومي كان بارد او ساخن. نعم. ما نفوتوش جوج الاسابيع. نعم، باش نحافظو على المعده ديالنا. الماده الثانيه هي ماده الخرقوم البلدي عرق. نعم، علاش خاصنا نستعملوه دابا وكيفاش نستافدوا منه؟ نعم، فاول حاجه الخرقوم البلدي اللي هو فيه ماده الكركمين. هاد الكركمين اللي هضرنا عليه بزاف ديال المرات وشنو هو الفائده ديالها؟ انها كتصفي الكبد وكتعطينا واحد التصفيه كامله للجسم ديالنا. اذا شنو كدير هاد الكركمين او هاد الخرقوم؟ فهو من المواد اللي كيخوي الدات، يعني كيخلي الدات مرتاحه باش كيخلي حتى المناعه كتشتغل بواحد الطريقه يعني مرتاحه، ما كتكونش المناعه ديالنا متوتره في الدات ديالنا، وكيعاوننا باش كنحيدوا السموم لان هذوك السموم هما اللي كيعيقوا الاشتغال ديال المناعه ديالنا. نعم، فالخرقوم بلدي من المواد المهمه اللي خصنا ندخلوها في التغذيه. خرقوم بلدي امن، يعني يمكننا ناخذوا نص معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي نديروها في كاس صغير ديال الماء المغلى ولا في كاس صغير ديال الحليب سخون في هذه البرده هذا، نخلطوها ونشربوها في الوقيته ديال الفطور ونداوموا عليها حتى لثلاث شهور حتى ربع شهور يوميا ما كاينش مشكل. والميزه ديالها ان حتى الاطفال من 5 سنوات ما فوق فكيمكن لهم يستعملوا هذه الوصفه هذه فهي ما غتضرهمش. يعني الخرقوم البلدي ناخذوه كمشروب يومي مع الحليب. مع الحليب اللي ما كيقدرش بزاف على هذا الخليط ممكن نديروه في الماء دافي المسخون غلي. نعم، انفيزيون نحكوه هكذا شويه ونخليوه يطلق. نعم، فاذا كان عندنا مطحون ناخذ نص معلقه صغيره. أيه. اذا كان عندنا طري فدابا راه كاين في الاسواق طري نحكوه وناخذوا معلقه صغيره ديالو محكوك. نعم، ويمكن نستعملوه كما قلنا بهذه الطريقه هذه. الظاهر ايضا انه الخرقوم عرق كينقص من حده العصبيه. نعم، وعلى انه ايضا كيرفع المناعه وعلى انه ايضا كيقوي الذاكره. نعم. وكينقص من حده الم الراس. نعم، فالخرقوم بلدي فهو كيتعتبر من المواد او من البهارات المقدسه. نعم، في الهند لانه من هنا جا هاد او من اسيا، وهو كيدخل في الخانه ديال البهارات ديال الطاقه الايجابيه. نعم، اذا ملي كتكون الانسان
كيقلب على الطاقه الايجابيه فهو كيدخل هذه البهارات اللي كتدخل في التغذيه. علاش؟ لان كتحيد ديك الطاقه السلبيه في الدش ديالنا وكتوازن. حنا دائما كنقولوا اننا عندنا حنا كنشتغلوا بواحد التيار كهربائي اللي خصو يكون متوازن فكيوازن الشحنات الكهربائيه ديال الدش ديالنا. واش صحيح انه الخرقوم عرق ايضا كينقص من ظهور حب الشباب مثلا من لي زيربسيون كوتاني يعني من ظهور الحبوب في البشره؟ نعم. فإلى لاحظنا ان هذه الوصفه كنعطيوها دائما اللي فيها الخرقوم البلدي مطحون. فالخرقوم البلدي كيأثر على الافرازات او كيوازن الافرازات ديال الدهون في البشره ديالنا. نعم. وكيحسن الدوره الدمويه. فهاد جوج ديال الحوايج اللي كيخليو دائما النضاره ديال البشره والكولاجين ديال البشره كيحافظ على الحيويه ديالها. ممكن نقدموا ايضا كوصفه لجمال البشره معك دكتور عماد؟ نعم بالفعل. فناخذوا الخرقوم البلدي مطحون ونخلطوه يعني مع القصغه ديال الخرقوم البلدي مطحون عرق يعني طري طري كنطحنوه وكناخذوا مع القصغه ديالو كنخلطوه مع ثلاثه المعالق كبار ديال العسل الحر ولا اربعه المعالق كبار ديال الياغورت الطبيعي مع القصغه ديال زيت اللوز الحلو. كنخلطوا هذا الخليط هذا كنديروا كماسك على الوجه والرقبه كنخليه مده ديال نص ساعه وكنغسلوه كنديروا جوج المرات في الاسبوع وكنداوموا عليه مده ديال ثلاثه اشهر. هذا الماسك عاده كنعطيوه لتصفيه بشره الوجه. نعم. من البقع من الطبايح. نعم. واش يصلح للناس اللي عندهم حب شباب؟ نعم. فهذا غادي يكون ماسك مرمم يعني ملي كنديروا داك الكركمين فهي عندها بزاف ديال المزايا على, نعم. على على البشره ديالنا. و وكما عودتكم ان الوصفات كنعطيو وصفات مرممه يعني كتحل كتعالج البشره ديالنا من المشاكل اللي كتكون فيها سواء الافرازات سواء البقع سواء المشكل ديال الميلانين اللي ما كتكونش موحده في البشره ديالنا. فهذا غادي تكون وصفه متكامله ولا مساله بسيطه جدا. ناخذ نص معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي مطحون ونغليوها في كاس كبير ديال الماء حتى يغلى مزيان ونوليو بالقطن ناخذ داك المحلول ندهنوا به البشره ديالنا والرقابه ونغسلوه في الليل كل ليله نداوموا على هذه الوصفه حتى هي وصفه جميله جدا. الماده الثالثه اللي غنسولك عليها الصباح دكتور عماد واللي ايضا كتنص يعني كيتنصحوا الناس باستعمالها والاكثار منها في هذا الفصل هي العسل الحر. نعم. فالعسل الحر علاش خصنا نستعملوه وكيفاش نستعملوه؟ نعم. فالعسل الحر خصنا نعرفوا ان فيه واحد الفيتامين اللي كيتسمى الفيتامين ك وفيه كذلك واحد الانزيم اللي هو كيكون في البطن ديال النحله اللي هو باش كيتجمع لينا العسل. فهادو جوج ديال الحوايج اللي مهمين جدا لاش لمقاومه الميكروبات. نعم. فهو كيزيد في المناعه ديالنا وكيزيد كيزيد في الانتاج ديال مضادات الاجسام وكيخلي حتى المناعه ديالنا شنو كيدير كيرفع عليها الذكاء ديالها ان المناعه كتولي كتعرف بسرعه على الميكروبات اللي كتدخل للداس ديالنا. وهنا الاستهلاك ديال العسل مهم جدا زائد ان فيه 80% من المكونات الغذائيه اللي كاينه على الكره الارضيه يعني في الاملاح المعدنيه في الفيتامينات كذلك. الاستعمال ديالو فإلا خدينا غير معلقه صغيره ديال العسل في الصباح ديروها في الفم ديالنا ونشربوها بالماء هذه طريقه تكون احسن من اننا نخلطوها مع الماء. نعم. ونداوموا عليها مده ديال شهر فغتكون يعني صحيه للداس ديالنا. بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من داء السكري فهنا كيشوفوا مع الطبيب ديالهم هذيك المعلقه ديال العسل الحر كيفاش ياخذوها وشنو خصهم ينقصوا من التغذيه ديالهم. قريت مؤخرا في بعض الدراسات على انه العسل كيساعد على حرق الدهون، واش صحيح؟ فالعسل كيساعد على حرق الدهون اذا كان كيتخاذ بوحده او بواحد الطريقه اللي كتكون بواحد الكميه قليله ما خصناش نكثروا منه. فهو شنو كيساعد ان فيها الفيتامينات والانزيمات اللي هضرنا عليهم كيساعدوا في حرق الدهون ولكن مع الحركيه تكون واحد الحركيه. واش نمزجوا ما بين العسل والقرفه خلطه صحيه؟ فهنا الا كنا غادي نديروها للبشره فما غير منصوح بها يعني في الجمال لان هذه الوصفه كانت شائعه جدا كيمكن تحرق لنا البشره ديالنا. نعم. الا بغينا نديروها مع القرفه بالنسبه للناس مثلا اللي كيكون عندهم الضغط منخفض يمكن لهم يستعملوا هذه الوصفه، اما اللي عندهم الضغط مرتفع ما فهي ما يمكنش يبعدوا عليها. يبعدوا عليها. علاش؟ لان القرفه الا درناها مع العسل كتجري الدوره الدمويه وكيرتفع الضغط يعني على المستوى ديال الداس ديالنا، فهنا نتجنبوها. واش الا درنا واحد المشروب يومي مثلا العشر ايام او جوج الاسابيع اللي غنعملوا اذا فيه واحد لانفوزيون يعني واحد المشروب ساخن كنديروا فيه الماء سخون كنديروا فيه قطرات الحامض كنديروا فيه معلقه ديال العسل وكنديروا فيه شويه ديال الخرقوم البلدي عرق مطحون. واش هذا مشروب مزيان؟ هذا مشروب جميل جدا يعني يمكن نستعملوه خوازومان. نعم. وكيصلح كوقايه ضد الانفلونزا. سؤال اخير والماده الرابعه الاخيره اللي دابا كنسمعوا عليها كثير وكترجع بقوه هي سكنجبير عرق. واش خصنا نستعملوه
في هذه الفترة وكيفاش نستفدوا منه؟ نعم، فاسكين جبير اللي هو كنقولوا احنا ولد عم الخرقوم، لان الزنك بغاسي نفس العائلة ديالو. ولد عمي. وفي واحد الماده اللي كتسمى لازينك بيغين، غير هي اللي كتعطينا داك الطابع اللي كيلسع يعني في اللسان، فهذيك الماده غير هو سكينجبير كيخصنا ناخذوا الحيطه والحذر. علاش؟ لان الناس اللي عندهم مشاكل المعده كيمكن يسبب قرحه في المعده. نعم. شحال خصنا ناخذوا ديال سكينجبير؟ جوج دويورات صافي كافيين، يعني جوج دويورات كنقطعوا، يعني ماشي بالضروره باش نستافدوا من المنفعه ديالو انه يتحك، ماشي من الضروره، ممكن غير نقطعوا من العرق هكا جوج ديال الشرائح، جوج شرائح رقاق، ويداروا مثلا في ديك المشروب. نعم. كيتلقوا المنفعه ديالهم اكيد، وبلا ما يضروا المعده بالفعل، وبلا ما يؤذيوا المعده. ممكن نديروا مع كاس صغير ديال الماء المغلى. نعم. او مثلا كناخذوا الرويس ديال المعلقه صغيره ديال سكينجبير مطحون، لان خصنا غير 2 غرام، يعني 2 غرام في اليوم اللي خاصنا كقيمه الا بغينا نستعملوا سكينجبير مباشره، يعني بلا ما غنطيبوا به ولا نستعملوا، ف 2 غرام كافي. اذا ناخذوا اذا كان عندنا طري 2 ديال لي طرونش، يعني 2 ديال الدويورات ديالو يكونوا رقاق. نعم. كنديرهم في كاس صغير ديال الماء مغلي وناخذوهم مورا الفطور.